بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، قسم العلوم العامة، الصف الثاني، إعداد الأستاذ خالد زكريا معلم العلوم للصف الثاني بالمدرسة. اليوم طلاب الأعزاء مع الدرس الثاني، وهو بعنوان كيف تعمل الأجهزة الكهربائية؟ هيا معا طلاب الأعزاء إلى الدرس. في البداية لدينا ناحية اليمين كشاف يدوي الذي نستخدمه في البر أو نستخدمه في حالة انقطاع الكهرباء أو عندما نكون موجودين في مكان وليس معنا أي مصدر للكهرباء، وهذه المصباح المكتبي الذي يوجد على المكتب ونقوم باستخدامه ليخرج الضوء. السؤال هو طلاب الأعزاء، ما الفرق بينهما؟ عندما ننظر إلى الصورة الموجودة باليمين والصورة الموجودة ناحية اليسار، هيا طلاب الأعزاء انظروا إلى الصورتين وشاركوا معي ووضحوا ما الفرق. نعم، يقول أحد الطلاب أن الكشاف اليدوي غير متصل بسلك، لا يوجد به سلك، أما هذا المصباح المكتبي يكون متصل بسلك، يجب أن يكون له سلك ومتصل بالكهرباء. أحد الطلاب أسمعه يقول أن هذا المصباح اليدوي سهل نقله، يمكن أن تنقله في أي مكان وخفيف وسهل الاستخدام، أما هذا المصباح المكتبي صعب نقله ويجب أن يكون في مكان ثابت وقد يتعرض للكسر. إذن هذه هي كل الفروقات. هل هناك فرق آخر واضح جدا 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 خاص بالدرس؟ من يتفاعل معي طلاب الأعزاء؟ أحد الطلاب يقول أن الكشاف اليدوي يعمل ب، نعم جزاك الله خيرا، يعمل بالبطارية، المصباح المكتبي يعمل بالكهرباء الرئيس أو يعمل بمصدر الكهرباء الرئيس. إذن هذا أيضا فرق واضح، أن الكشاف يعمل بالبطارية، وبطارية عندما تنتهي نقوم بشراء واحدة جديدة ونستبدلها، والآخر يعمل بمصدر الكهرباء الرئيس. جزاك الله خيرا طالبي العزيز الرائع. إذن طلاب الأعزاء، الأجهزة الكهربائية نوعين. الأجهزة الكهربائية نوعين. أول نوع من الأجهزة الكهربائية يعمل بمصدر كهرباء رئيس، يعمل بمصدر كهرباء رئيس. وهذه الأجهزة كثيرة جدا وموجودة حولنا في كل مكان وفي منازلنا، مثل الميكروويف، التكييف، الغسالة، المكنسة الكهربائية، الخلاط، الثلاجة، التلفزيون، السخان الكهربي، كل هذه الأشياء أجهزة كهربائية تعمل بمصدر الكهرباء الرئيس. أيضا هناك أجهزة تعمل بالبطارية، هذه الأجهزة تعمل ببطاريات مختلفة الأنواع، مثل اللابتوب، الكاميرا، الساعة اليدوية، ساعة الحائط، الريموت، الكشاف، الجوال، ألعاب الأطفال، أغلبها يعمل عن طريق البطارية. إذن الأجهزة الكهربائية نوعين، منها ما يعمل بيكون متصل بمصدر الكهرباء الرئيس، وقلنا عليها أمثلة كثيرة، ومنها ما يعمل بالبطارية وأيضا ذكرنا عليها أمثلة. إذن طلاب الأعزاء، الأجهزة التي تعمل بمصدر الكهرباء الرئيس يكون لها صفة واضحة، أو كيف نفرق بينهما، بين الذي يعمل ببطارية والذي يعمل بمصدر الكهرباء الرئيس؟ قلنا فرق واضح عندما كنا نقارن بين الكشاف اليدوي والمصباح المكتبي. هيا طلاب الأعزاء، من يخبرني ما هي الشيء الذي عندما نراه نعلم أن هذا الجهاز يعمل بمصدر كهرباء رئيس؟ أحد الطلاب يقول يا أستاذ الواير، نعم، أو السلك الكهربي. أي جهاز يعمل عن طريق مصدر الكهرباء الرئيس يكون له سلك كهربي، هذا هو السلك، وفي نهاية السلك يكون هذا الشيء الثلاثي ويسمى قابس. إذن أي جهاز
يعمل بمصدر الكهرباء الرئيس له سلك وله قابس، لماذا؟ حتى نقوم بتوصيله بهذا الشيء الذي يسمى المقبس الكهربي. إذن الأجهزة التي تعمل بالكهرباء نستطيع أن نميزها بوضوح، أيضا الأجهزة التي تعمل بمصدر الكهرباء الرئيس نميزها بوجود السلك. الثلاجة لها سلك كهربي، الغسالة لها سلك كهربي، التكييف له سلك كهربي، الشاحن الذي يشحن الجوال هو عبارة عن سلك كهربي. إذن هذه الأجهزة تتميز بوجود سلك وقابس الذي نقوم بتوصيله في المقبس الكهربي الذي يعطي الجهاز الكهرباء لكي يعمل. هكذا نستطيع عندما ننظر إلى الجهاز نعلم أنه يعمل بمصدر الكهرباء الرئيس. هيا معا ننتقل إلى الأجهزة التي تعمل بالبطاريات. البطارية طلاب الأعزاء أصلا تنتج الكهرباء. الكهرباء الرئيس تأتي من محطة توليد الكهرباء، وهي محطات كبيرة جدا تشبه المصانع. هذه المصانع تنتج الكهرباء وتخرج لنا الكهرباء التي نراها تضيء الشوارع. أيضا البطاريات تنتج الكهرباء ولكن أحجام وكميات قليلة من الكهرباء. إذن البطارية تنتج الكهرباء، وهي نوعان من البطاريات. النوع الأول بطاريات عادية التي نشتريها من أي مكان، وبطاريات مختلفة تكون بطاريات قابلة للشحن. إذن البطاريات نوعين، بطاريات عادية. هذه أمثلة على البطاريات العادية. هذه البطارية نشتريها من المول أو من الدكان. هذه التي تشبه الدائرة هي بطارية الساعة اليدوية. الأخرى نوع من أنواع البطاريات أيضا، والموجودة بالأسفل هي بطارية السيارة. بطارية السيارة هي بطارية عادية، عندما تنتهي نقوم باستبدالها وشراء بطارية جديدة. تمتاز البطاريات العادية بأنها غير قابلة للشحن، عندما تنتهي نستبدلها ونشتري واحدة جديدة. بطارية لو لديك أي لعبة من الألعاب الخاصة بك، عندما تنتهي البطارية ترمي البطارية وتشتري بطارية جديدة. إذن بطاريات العادية غير قابلة للشحن، بعد انتهائها نستبدلها. هذه أمثلة طلاب الأعزاء على البطاريات القابلة للشحن التي يمكن أن نشحنها مرة أخرى. بطارية اللابتوب، بطارية التليفون الجوال، بطارية الكاميرا. هذه البطاريات ما الميزة الواضحة لها؟ بعد انتهاء كهرباء البطارية نشحنها مرة أخرى. الجوال الذي معك أيا كان نوع هذا الجوال يشتغل لفترة معينة، ثم يظهر لك أن البطارية أوشكت أن تفرغ وأن تنتهي، تقوم أنت بشحنها مرة أخرى ويرجع الجوال ليعمل من البداية كأن البطارية ممتلئة. اللابتوب نفس الأمر، الكاميرا نفس الأمر. إذن هذه البطاريات قابلة للشحن، يمكن أن نعيد شحن البطارية مرة أخرى. الآن طلاب الأعزاء أمثلة على أجهزة تعمل ببطاريات عادية. ريموت التكييف أو ريموت التلفزيون يعمل ببطارية عادية، عندما تنتهي نرميها ونستبدلها بواحدة جديدة. هذه السيارة التي يلعب بها الأطفال تعمل ببطارية عادية، عندما تفرغ البطارية العادية نشتري واحدة جديدة. هذا الفأرة أو الماوس الخاص بالكمبيوتر أو اللابتوب، عندما يتوقف عن العمل نقوم باستبدال البطارية ببطارية جديدة. أمثلة على أجهزة تعمل ببطاريات قابلة للشحن. اللابتوب يعمل ببطارية قابلة للشحن، عندما ينتهي أو يفرغ الشحن نشحنها مرة أخرى. الكاميرا نفس الأمر. الجوال أو الآيفون أو الآيباد أو التابلت، أي نوع منهم، يعمل أيضا ببطاريات قابلة للشحن. وهكذا طلاب الأعزاء نكون تعرفنا على الأجهزة التي تعمل بمصدر الكهرباء الرئيس، وعرفنا كيف نميزها،
والأجهزة التي تعمل بالبطاريات، وتعرفنا على أنواع البطارية. وإلى هنا نكون قد أنهينا الدرس، وإلى لقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.